الخديعة هذه بابها كبير جدا، خداع الناس وإيهام الناس، تطلع حتى من المدين. بعض الناس يدعي الصلاح ليعطى المال وليثق الناس فيه ويأمنوه على أموالهم، وهو لئيم خائن يأخذ أموالهم، يعني وجهه وجه صلاح لكنه غير أمين. هذا خدع الناس بشكله، بجبته، بالطاقية متاعه، بسمته، بلحيته، بإزاره، كما نراه اليوم من بعض إخوتنا، تلقاه المسواك في فمه 24 ساعة ما شاء الله وهو ما يمشيش العمل. هذه من الخديعة. كذلك اللي يخدع الناس بظاهره وبعدين هو يفعل بهم الأفاعيل، هذه خديعة.